الحمد لله والشكر لله. كانوا ناس الناس كانوا الله عمره دار بكري، وكانوا متيحنوا بعضياتهم، والحمد لله باقي نتفكروا هذوك الناس الله يكثر خيرهم كلهم كلهم. نعم كان هنا على القيد وداك، لا قدام الجامع كان القيد وكان الجامع، وكانوا هذاك الشيء هذيك البني ديال بكري ماشي ديال دروك، كان بحال نقولوا دوك الديور قدام وبحال النوايل، وكانوا ولكن كانوا الناس الله عمرها دار ديال بكري. بكري هنا كان سبيطار، كان سبيطار بكري القصبة، دخلت الباب ديال القصبة صافي هو اللي كان ها الحبس ديال العيالات وديال الرجالة، ماشي مقابل مع شي. هذا فاش داروا الكريمة هذا الحبس صافي، ولكن الحمد لله كل شيء داز بخير، وكانوا ناس مزيانين الله عمرها دار. هادشي اللي نقول لك. القصرية لا كان القيد هو اللي كاين تما. لا كان السبيطار كان هنا وتما كان على الحبس على القيد على القيد. عاد ولات الخيريه، عاد الخيريه كاينه من جهه اخرى هي، وتما عاد دار هذاك السجن ديال الكريمه. واحد القصه قالوا عنها ميت هو القصابه، كانت زمان في واحد الوقت كيتسدوا البيبان. هي هذه اللي قلت لك، كانت غير باب واحد، كان باب واحد هو اللي كان، ما كانش شي، كان باب واحد هو اللي كان مع من وراء العشاء كل شيء تسد، ما يدخل حد ما يدخل حد ما يخرج حد. الامن والامان، الامن والامان في ذاك الوقت. شي راه تنقول لك في ايامات الاستعراض الاستعمار. مني كنا في الشانطي ودزنا ديال القرايب، بحال تبناو ديال القرايب، والوالد الله يرحمه جا من صلاة المغرب وقال لي سير جيب الخبز من الفران ديال حافيظ، كان عندنا في ديال القرايب. مشيت انا قلت باقي الوقت، جيت نجري ودخلت من الباب، هذا الباب اللي كان على باب واحد، دخلت وبقيت نلعب هنا
باقي تلعب تلعب، الناس صلوا العشاء مشاو بحالهم وانا تنجري. مني بغيت نخرج لقيت الباب تسد عليا وبديت تنبكي، والناديه ولا ناديه القصبه فين تسكن اولدي فين تسكن؟ قلت لي ما ودي ديور ديور ما عرفتش انا ديور القراعي. هذيك الساعه كان ذاك الباب الاخر اللي قدام السبيطار باقي ما كان لا باب لا والو، كان عمود لداخل القصبه وعمود برا في الديور ديال فريغو، الديور ديال فريغو شي طالع الفوق وشي تيجر فيا وتادي تهبطوني مساكن الناس ديال بكري الله عمره جوني من فوق الصغر وبسلام الله يعاون نمشي نجري لان كل عصق من عند الوالدين الله يرحم الجميع. هنا كانوا الناس الله عمره دار، الناس ديال بكري كانوا عندنا الله عمره دار فين ما مشيتي، هنا في القصبه ولا في دور فريغو ولا دور نيكولا ولا دور القراعي ولا جميع كان الملاح كان هنا كان هنا في هذه الدوره كانوا تا هما مزيانين معنا وكانوا المغاربه مزيانين معاهم، لكن داك الشيء مزيان بكري ايه وكانوا ديور دكوالة تا هما الله عمره دارنا ديال كاع الناس كانوا مزيانين الحمد لله من دزنا بخير وعلى خير، وباقي نفكروا الايام القديمه مع الناس القدام الله كثر خيرهم وتعلمنا منهم وتربينا من عندهم الحمد لله ونشكر واه لا هي حقيقه اخويا تيقولوها كاع الناس تقول ديال بكري ماشي بحال ديال دروك. شنو اللي ناقص دابا هاد القصبة؟ واش ناقصها شي حاجة في هاد الزمان؟ واخويا شنقول لك؟ القصبة خاصها تصلح مزيان، لأن أطار قديم، قسمنا ديما يتفكروا، لأن ديما فين واخا تكون فين ما كنتي تتفكر القصبة. هي عشنا ناس مزيانين الله عمره دار، وكان داك شي محن مع شي ودار دخل لها الدار ولا الدار كول وشرب ما كاين مشكل الحمد لله والشكر لله. اي حقيقه اي واحد خاصو يحتفظ على الطورات ديالو، لان هاد القصبه راه شكل خاص منهم يحتفظ على الطورات ديالو، يبغى شي يبقى دائما يشوفها ويتفكرها ويتفكر داكشي اللي داز بكري ويتفكر الوالدين اللي كانوا وكل شيء، خاص لا بدا بنام خاصو يتفكر هادشي والحمد لله الحمد لله وشكرا عليكم. واش نقول لك انا زاديت في هاد المدينه في دار في القصبه زاديت فيها ومزيانه. ايوا عشت الطفوله ديالي كيف كنقول ديالي في 68 عشت مع الاصدقاء مزيانين والجيران مزيانين كلشي مزيان وعشت واحد العيشه زعما راضيه. وبالمناسبه ملي تلقيتيني كنكتب انا لهاد مدينه فضاله، انا كنغير على مدينه فضاله. اه نسمع خويا بسم الله، واخا هذا الوسخ ولكن انا في الذاكره ديالي بسم الله. نواره نواره والله حتى نواره، يا مدينتي العزيزه يا مدينه فضاله يا مدينه الزهور، علينا وعليكم أمانة. من تذكر الذكريات من كنت صغير أنا ولاد الملاح في الدرب شحال لعبنا دينيفري ومالق، وكانت الأسوار حمر والأزهر دايرة بالحارق، وزادت وزهات بالمزهريات وحداها الجامع الأبيض بيت الله الحبيب، واللي جا زارنا خوتنا يا ناس يطلب تسليم. هذا كتبت واحد جزء من البيت ومازال باقي إن شاء الله نكمل إن شاء الله. ها مدينة المحمدية جميلة جدا، فلاكورنيش البارك جيت العمالة جيت لافاليز جيت محمد الشرقي فبزاف ما يتشاف الحمد لله جميلة جدا بالهدوء ديالها وبناسها جميلة جدا ومحبوبة ومضيافة، واللي جاي يطلب تسليم مرحبا بكم. شنو نقول لكم اخوتي هادشي اللي شفت على مدينتي العزيزة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.